حياكم الله في الجزء الأخير من يا هلا. إزالة بسطات من سوق طيبة أثار كثير من الجدل والتساؤل حولها. لماذا؟ هل الأشخاص مخالفين أم لا؟ لماذا تمت الإزالة؟ كلام كثير حول هذا الموضوع يتم تداوله، وإحنا نحاول في يا هلا أنه نوصل أو نوضح الصورة كاملة. ولذلك ينضم معي عبر الهاتف الآن محمد الشايقي، وهو رئيس اتحاد ملاك طيبة. أستاذ محمد حياك الله معنا في يا هلا. يا هلا، مسيك الله بالخير. طال عمرك. اهلا وسهلا. وش اللي صاير بالضبط بخصوص البسطات؟ اولا بدايه يعني على ما هذه فرصه سعيده اني بدايه اتقدم بالشكر الجزيل الى مولاي وسيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله لما استعدوا به بتوطين سعودة جميع المهن. نعم. وهي شباب السعوديين اليوم شفتنا أن سوق طيبة أو اتحاد ملاك سوق طيبة. الحمد لله اليوم سوقنا يتواجد فيه بناتنا، يتواجد فيه أولادنا، فهذا شيء يفرج الصدر حقيقة. جميل جدا. يبيعون، وهذا شيء ونهيب بالأولاد. أبد أبد، يستاهلون، وإن شاء الله نشوف شباب البلد في كل مكان. في كل مكان. نعم. بخصوص البسطات، ويجب على رجال الأعمال دعمهم جميع ما، لأنهم كان اليوم الأجنبي كان هو اللي مسيطر على السوق. كل يوم الحمد لله نشوف إن شبابنا هم اللي يسيطرون على الأسواق. طيب أستاذ محمد، بخصوص البسطات إذا تسمح لي، إذا تسمح لي بخصوص البسطات، وش السبب في إزالتها؟ هل أصحاب البسطات مخالفين ولا في سوء فهم في الموضوع؟ أول حاجة اللي سبب مخالفتها إنه أول كان سوق طيبة ما في. أول نشكر برضه إنه عمل تم التنظيم لهذه المخالفة أو إزالة المخالفة. كان اتحاد من سكوت سوق طيبة ما كان يوجد فيه اتحاد ملاك عقب صدور الأوامر السامية الملكية بعمل اتحادات الملاك، وأول اتحاد ملاك صار في سوق طيبة في الأسواق. صار لهم دور فعال إنهم يديرون السوق والأجزاء المشتركة والضائع. لما جينا السوق وجدنا السوق إنه بشكل يعني عشوائي، والذي يعملون فيه مخالفين الأنظمة وغير كذا. الله لا يستر، الله يستر في حالة حدوث أي حريق حيكون عندنا يوم من الأيام كارثة لا يمكن يحصل للإنسان. طيب يا أستاذ محمد، من سبب البسطات والمخالفين. طيب إذا تسمح لي أستاذ محمد، يعني جهودكم تذكر فتشكر، برجعك لأصحاب البسطات السعوديين. ليش تمت الإزالة عليهم على أنهم يقولون أن وضعهم نظامي وأنهم ماخذين أرقام لبسطاتهم؟ ليش تمت الإزالة؟ لا، غير صحيح، وأنهم مخالفين حاولنا ننظمهم ولكنهم ما التزموا. كيف ما التزموا؟ في إيش بالضبط؟ حاولنا ننظمهم، يا جماعة الخير شغلكم الطريقة غلط، الحاجة يجيبون مأكولات غير صالحة. أي أنا أبغى أعرف المخالفات وش هي؟ المخالفات أنهم بائع جائلين، والنظام لا يسمح للبائع الجائلين، لأنهم البائع الجائلين ويتسترون باسم، واللي يعمل فيها كلهم أجانب ويتستر عليهم سعوديين. طيب. وسعوديات كذلك بعد. طيب أستاذ محمد، من جميع الأجانب ويتستر عليهم السعودي والسعودي. طيب أتمنى أن تكون يعني الصورة وضحت في هذا الجانب. أستاذ محمد الشايقي رئيس اتحاد ملاك طيبة، شكرا جزيلا لك، لأنه صراحة في شكوى كبيرة من بعض أصحاب البسطات اللي يقولون أنه تمت الإزالة عليهم مع أنهم نظاميين، لكن توضيحك الآن أنهم مخالفين، ويظل الموضوع مفتوح. وأتمنى أن الجهات الرقابية تراقب تفاصيل هذا الموضوع. إذا كان أصحاب البسطات هذولا ممكن يعدل وضعهم بشكل جيد، فأتمنى تعديله وإعطاهم الصيغة النظامية حتى يستفيدوا من العمل داخل السوق. هذا الموضوع كان آخر موضوعاتنا في هذه الحلقة. أشكر متابعتكم. بعد الفاصل الزميل يحيى الأمير يلتقيكم في ياهلا الليلة، وغدا يتجدد معكم ياهلا ليوصل صوتكم ويحكي همومكم ويفتح نافذة أمل. تصبحون على خير.